النهائي في ملعب محايد طلب من طلبات جمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. هنشتغل دايما على الهاشتاج النهائي في ملعب محايد. كريم سعيد واحمد ثابت هيقولوا لنا كيف استطاع ان يفوز النادي الاهلي على وفاق سطيف في هذه المباراه من الناحيه الفنيه. من الدقيقه الاولى استسلام كان واضح جدا جدا ان بيتسو موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي دارسين وفاق سطيف بشكل كويس، والمباراه جت استمرار للاداء الرائع اللي بيقدمه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. احنا بنحس ان النادي الاهلي الاداء في دوري ابطال افريقيا بياخد شيء معين، وفي الدوري المحلي يبقى يعني بياخد. خلينا في دوري ابطال افريقيا، فخلينا في الحلو. الحلو في دوري ابطال افريقيا ان نشوف، نبدا من اول دقيقه نحس بالشغل اللي عامله بيتسو موسيماني في تحضير الهجمه. كان واضح جدا جدا ان نوفيتش مدير فني الصربي لنادي وفاق سطيف مش هيضغطنا بطول الملعب باستثناء بس اول دقيقه كده، هو ايه المنظر بس. لكن بعد اول هجمه للنادي الاهلي وهو بيحضر لها كان واضح جدا الاعتماد فيما يشبه طريقه 3 4 3 والتحرك بتاع حمدي فتحي. حمدي فتحي بقى واحد اصبح من اهم لعيبه النادي الاهلي. بص هنا في الصوره اللي معانا دي، ثلاثه ايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد هاني واقفين على خط واحد، وايمن اشرف بيشاور ان الكوره مع ياسر ابراهيم، اول بيشاور لهاني اول ما حمدي يبدا يرجع ابدا انت انطلق وخد طرف الملعب. نشوف الصوره اللي وراها ونشوف محمد هاني بدا يبص لحمدي فتحي عشان حمدي فتحي يبدا ينزل ل قلب الدفاع وياخد مركز ثالث مع اللعيبه عشان النادي الاهلي يتحول في الشكل الهجومي بتاعه لما يشبه 3 4 3 ويحرر محمد هاني على اليمين ويحرر علي معلول على الشمال. نشوف الصوره اللي وراها ونشوف محمد هاني هيبدا ينطلق في الجبهه اليمنى على اساس ان حمدي فتحي هيرجع كلاعب مساك ثالث مع الاثنين مساكين. نجيب الصوره اللي بعديها، خلاص شفنا دي ال 3 4 3 للنادي الاهلي. الصوره اللي بعديها نشوف ازاي محمد هاني تحول للخط الامامي وبدا ياخد طرف الملعب مع حسين الشحات ومع بيرسي تاو واحمد عبد القادر. ربما مش معانا، خلاص خلينا. طيب دي اخر صوره معانا. تمام خلاص خلينا نشوف الهجوم من العمق مع احمد ثابت. طب ممكن قبل بس ما نشوف الهاشتاج برضو طب. لانه يعني هاني بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز باذن الله ايا ما كان اقامه المباراه. فعلا يا هاني، ولكن في النهايه بتتكلم عن حق من حقوق النادي الاهلي. بدر الدين عبد بيقول عايزين نفعل هاشتاج زي ما انت بتقول يا كابتن اسلام. ماشي. حمدي بيقول من اجل العدل والمساواه النهائي في ملعب محايد. زياد ايضا بيقول يجب ان يكون النهائي في ملعب محايد من اجل العداله والشفافيه وحفاظا على المصداقيه بالنسبه للاتحاد الافريقي. ده سامي حماد، نهائي في ملعب محايد. محمد حسين بيقول النهائي ده المفروض ما يتلعبش. يعني تمام، احنا اصلا بنلعب بطوله موجوده ومن السنه اللي فاتت كمان كان هيحصل كده تقريبا نفس الكلام اللي قاله كريم. محمد الاهلي بيقول النهائي في ملعب محايد. طارق نصار النهائي في ملعب محايد. يعني ناس كتير الحقيقه بعتلنا على هاشتاج النهائي في ملعب محايد، ولكن كل كده ما بين هجمه وهجمه نطلع نقول كلمتين. فريق انا مش مع اي حد بيقلل من فريق وفاق سطيف. فريق وفاق سطيف فريق قوي وكان محترم منظم جدا دفاعيا من بدايه دور المجموعات. لعبوا سته في ماتش في دور من بدايه دور المجموعات وماتشين قدام الترجي. أيوه. في الثمان ماتشات خرجوا منهم بخمس مرات شباك نظيفه. النادي الاهلي لوحده سجل اربع اهداف. تعال نشوف بيتسو موسيماني ازاي قدر يجيب الاربع اهداف وازاي يستغل الثغره الموجوده في منطقه الزون 14 اللي هي المساحه الموجوده خلف ثنائي الارتكاز. بيتسو موسيماني بدا بال 4 2 2 2 ثلاث اتنينات، يعني 4 4 2. ازاي؟ عن طريق ان الشحات وعبد القادر دايما بيبقوا داخلين للعمق، وطاهر وتاو اتنين مهاجمين وهميين. دايما عبد القادر والشحات زي ما احنا شايفين الصوره كده دايما لجوه، دايما بيستلموا فين؟ في العمق. ليه؟ عشان يستغلوا المساحه اللي ورا ثنائي الارتكاز عند وفاق سطيف اللي هي بنسميها الزون 14. فده دليل ان بيتسو موسيماني ذاكر وفاق سطيف كويس جدا ان هو استغل المساحه اللي في ظهر ثنائي الارتكاز. زي الشحات فين وعبد القادر؟ المفروض على الورق الشحات يبقى طرفه في الاخر، يعني على اخر الخط، وعبد القادر يبقى فاتح. لا، ده هم ضامين لجوه دايما في عمق الملعب. وتاو فين؟ تاو جوه بيحاول يسحب المدافعين، وطاهر بيتحرك كمهاجم متحرك. فالميزه ان انت لعبت باثنين مهاجمين وهميين مع فريق منظم جدا، ولكن انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي خلى فريق وفاق سطيف وطريقه لعب بيتسو موسيماني هو اللي خلاه يبان بالعشوائيه دي. أيوة. لكن هو كان فريق منظم من خلال مبارياته السابقه كلها. لكن انت ازاي دي المساحه اللي ادت النادي الاهلي الماتش؟
المساحه اللي كان قادر يستغلها الشحات وبيخش فيها عبد القادر وتاو اللي كان واحد من نجوم المباراه. يعني يعني بيتسو موسيماني بيعرف يعمل تكتيك وبيشتغل طبعًا على شغل معين جوه الملعب اهو، مش ابيض يعني زي ما الناس بتقول. لا مدرب ممتاز يعني بيتسو موسيماني تكتيكيا من وجهه نظري. انا بهزر طبعا عشان ما حدش ياخد الكلمتين دول يعمل مستحيل يا جماعه مدرب يكون وصل نهائي دوري ابطال افريقيا يعني خلاص بيقرب من السنه الثالثه على توالي ويكون مدرب ضعيف، مستحيل. في بعض الاخطاء في بعض الماتشات ده طبيعي طبيعي، في ممكن يكون مثلا خلاف على الجانب البدني عنده، ولكن هو مدرب بصراحه مميز جدا تكتيكيا. نكمل بقى تكمل الكلام اللي قاله ثابت يا كابتن اسلام، ان الرباعي الامامي كان واضح جدا ان في لا مركزيه في ادائهم مثلا. أيوة. دي في هجمه في اول ست دقائق من المباراه نشوف حسين الشحات في اللعبه دي المركز بتاعه الطبيعي. أيوة. رايت وينج، وبيرسي تاو هو المهاجم الصريح، وحسين الشحات بيحاول يحط له الكوره في الخط الامامي زي اي كره يعني سلو باس بيتلعب ليه مهاجم صريح. نشوف الصوره اللي بعديها ونشوف برده تحول حسين الشحات بقى ان هو يلعب. بص الكره دي اللي هي جت في العارضه هنا حسين الشحات ليفت وينج، و طاهر محمد طاهر لو عملنا عليه السبوت لايت هنلاقيه هو اللي واخد المركز بتاع بيرسي تاني. يعني ده في حته ودلوقتي ده في حته تانية خالص. ده لا مركزيه النهارده. بيتسو موسيماني فعلا خدع نوفيتش في الشوط الاول كتير جدا 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 قبل الطرد. انا حابب اجيب الحالات اللي قبل الطرد عشان ما حدش يقول يا جماعه الاربعه صفر كانت بسبب ان وفاق سطيف لاعب من الدقيقه 35 ناقص واحد. لا ده كل الحالات اللي احنا جايبينها دي من قبل الدقيقه 35. ده يوضح أوكي. يوضح التفوق الشديد اللي عمله بيتسو موسيماني في على فريق وفاق سطيف. خلينا كريم كمان من تاكيدا لكلامك، بيرسي تاو يا جماعه بصراحه بيرسي تاو لعيب كويس جدا. الناس ممكن تنتقده عشان ساعات بيبقى غير موفق في بعض الماتشات في الناس. انا اسف والله المقاطع بس لازم نقول ان الانتقاد للفينش صح. مش للعب بس، هو كجوده لعيب والله جوده لعيب عالمي. ممكن يكون الجانب البدني كريم واحنا جايبينه منين؟ من الدوري الانجليزي يعني فاهم، بس ممكن يكون الجانب البدني عنده طبعًا. بيقل شويه طبعًا. او قليل، لكن هو طبعًا. مع الماتشات بيرسي تاو ده بنص حمولته البدنيه. امبارح عامل 8 محاولات، هنستعرض ارقامه وهنشوف. بص الحاله دي دايما بيرسي تاو عايز الكره في العمق، ذكي جدا في اللعبه، هو السبب في المكسب والسبب في الاداء الممتع من وجهه نظري. كان نفسي الكره دي تيجي جون بصراحه، ذكي ذكي جدا فيها بصراحه. بص يا كابتن اسلام دايما قادر على ان هو انا عايز الكره في العمق، بسحب المدافعين واجري برده فين في العمق. هات الحاله اللي بعدها برده نفس الفكره، عايز اطلب الكره في العمق اهي نفس الكوره دي تكمله اللعبه. صحيح الفينش بيبقى في بعض الاحيان عنده لسه ما اكتملش في الجانب البدني. بص هنا ده الهدف. بيرسي تاو بيطلب الكره فين؟ في العمق من محمد هاني. فدي ده بعض الصور اللي بيبين لك قدرته على طلب الكره في العمق. بص هنا بقى الصوره دي مهمه قوي. دي قدره بيرسي تاو على التحرك بين الخطوط، وده لاعب ذكي بيعرف ازاي كمهاجم وهمي انزل واتحرك ما بين المساك والباك او في الزون 14 المساحه اللي انا بتكلم عليها اللي بيرسي تاو قدر يستغلها. علي معلول بيطلب منه الكره بيرسي تاو في المساحه دي، هو تحرك بيرسي تاو في المساحه دي هو اللي ادى الهدف محمد شريف. بيرسي تاو لو ما كانش نزل في الحته دي ما كانش عمل الاسيست لشريف. صح. كذلك برضه اهو بيرسي تاو فين؟ في المساحه ما بين المساك والباك، وهنا معلول واقف على كورته، بيرسي تاو بيعمل ايه؟ بيقول له انا هتحرك لك اهو في ظهر المدافعين. بازاي بتضرب بيرسي تاو يا جماعه؟ لعيب بيعرف بيتحرك بشكل كويس جدا، لعيب كويس جدا محتاج بس دعم مننا، لازم ندعمه ونقف معاه، لانه والله لو تم دعمه وجاب بدا ياخد الثقه. وبعد الماتش ده استعرض ارقامه بعد اذنك معانا الارقام، لو جبنا الارقام حتى بص على الارقام هتلاقي ارقام لعيب كويس جدا، يعتبر رجل المباراه وهو احسن لاعب في الجوله دي، يعني احسن لاعب في الجوله دي عامل ارقام هايله. هتلاقي ان بيرسي تاو لا مع الوقت انا شايف طبعا هدفين واتنين اسيست واصرار كمان بيتسو موسيماني على وجوده كراس حربه. بص ارقامه احرز اهداف 2 في 90 دقيقه، عمل اسيست وتسبب في هدف ثاني، يعني هو مساهم في الاربع اهداف. اكثر من قام بمحاولات على المرمى 8. المحاولات الصحيحه كام؟ اقرا الارقام. المحاولات الصحيحه 4 4 المراوغات الناجحه 2 من 4 ونسبه دقه التمريرات 90%. فارقامه انت لعيب مساهم في اربع اهداف. طب انت بتتكلم في لعيب هايل يعني. طبعا ادلل بقى على كلام سيد برضو يا كابتن اسلام بواحده من احلى من احلى الهجمات اللي النادي الاهلي مش بس عملها في المباراه دي في وجهه نظري، لا اللي عملها في دوري ابطال افريقيا السنه دي. هجمه عظيمه اتعملت بشكل مميز جدا من خلف. تعال نبص ببساطه على
دفاع وفوكس ديف. لو نرجع بس يعني نرجع عشان بس نشرح هنا فوكس ديف واقف الطريقه اللي احنا نوفيتش لعب بيها 5-4-1 وعامل ستارتين عشان يقفل العمق ولحد ما الاطراف على النادي الاهلي. شوف بقى بيرسي تاو بكل ذكاء في الدنيا هيعمل ايه عشان يفضي المساحه لواحد من نجوم مباراه حمدي فتحي. بيرسي تاو بدا ينزل وسحب معاه المساك بتاعه عشان يفضي المساحه ويخدعه بشكل جميل جدا جدا عشان يفرغ المساحه في قلب الخماسي اللي واقف. حمدي فتحي وانس ان لقى ان بيرسي تاو بدا ينزل نجيب الصوره اللي وراها نشوف حمدي فتحي بدا يسرق المساحه اللي كان واقف فيها بيرسي تاو وبدا يجري في اتجاه المرمى وخد المساحه اللي فرغها فعلا بيرسي تاو بذكاء كبير جدا. حمدي فتحي وانس ان هو راح للحته دي على طول اليو ديانج اول ما شافه بيجري هوب راح مديله الثرو لوب عشان يحطه في موقف انفراد بالمرمى. حمدي فتحي هنا لما لقى فيه ضغط من المساك التاني بدا يخش عشان يقفل عليه المساحه اللي هو خدها بكل ذكاء راح مرجع الكره تشيب باص لاحمد عبد القادر اللي طبعا يعني عمل مراوغه ولا اروع ونيم مدافع وفاقس طيف زي ما احنا شايفين كده في الصوره ولكن سوء الحظ فعلا خلى الكره دي انتهت في العرض. الكره دي في القائم الكره دي يا كابتن اسلام فعلا الهدف دي لو كان جه بصراحه لا انت بتتكلم يا ثابت ده شغل فني ده موضوع مش انا اسف اساسها تحرك تاو كمهاجم وهمي وبيفضل مساحه ده استحاله يكون تفكير لعيبه جه كده فجاه لا طبعا دي حاجات متدربين عليها وواضح جدا ازاي فعلا بيرسي تاو بيعمل دور الفولس ناين مع ما هو بيلعب ليه وبيلعب عشان كده مميز جدا. تعال نتفرج بقى على لعيب تاني يعتبر تاني واحد احسن لاعب في المباراه ديانج. ديانج عمل ماتش هايل في تبادل الادوار كمان مع هو وحمدي فتحي واحد فيهم بيزيد واحد بيرحل. بص ديانج في الكوره بادئ هنا دور ديانج بيبين لك دور ديانج في عمليه التوغل والزياده وكمان الزياده الاماميه والتمريرات الطوليه. بص ديانج حاسب له المسافه اللي هو جريها دايما بيعمل عمليه الزياده وبيحولك طريقه اللعب ايه كارتكاز. ده الدور اللي كان كنا قلقانين منه قبل الماتش مين اللي هيحل محل عمرو السوليه. صحيح كانت الناس قلقانه. النهارده ديانج بيكمل وبيزيد لقدام وبيعمل التمريرات زي ما احنا شايفين وكمان ليه دور دفاعي برده جايبينها بالصور. هات نكمل الدور الدفاعي. هنا كانت ضربه ركنيه كريم في الدقيقه 25. بص يا كابتن اسلام كانت ضربه ركنيه للنادي الاهلي وكل اللعيبه اتقطعت الكوره يعني خلاص كانت هجمه مرتده وكانت النتيجه 0-0. بص على النتيجه أيوة. كمان على السكور. تعالى علي معلول لعبها قلشت منه. بص بقى لما تروح ارتدت خلاص هجمه مرتده خطيره جدا اسلوب الهجمه المرتده. هنا دور اليو ديانج وتعليمات بيتسو موسيماني بافساد الهجمه المرتده من خلال مين؟ من خلال بص كم عدد لعيبه النادي الاهلي. ديانج اللي واقف لوحده ورا بيغطي الكره دي كانت ممكن ترتد بهجمه بجون يعني بهجمه مرتده. هنا دوره في افساد عمليه السكريننج والمعاينه ان انا بغطي زمايلي ازاي قطع الكوره اهو. بص كانت ممكن اتلعبت في ظهره ديانج جرى وجابها حاول يعمل 1 2 حاول 1 2 فده لا. ازاي ديانج بيعمل عمليه السكريننج والمعاينه وان انا بغطي دور كانتي كده مع تشيلسي ودور يعني لعيبه كتير كده مميزه نفس الدور ده بيعمله اليو ديانج. هات بقى ارقامه ناكد الكلام ده. ارقام ديانج في الماتش ممكن انت ما تحسش بيها بس الارقام هتبين لك. بص اكتر لاعب لمس الكره في الماتش اليو ديانج 96 مره. اكتر لاعب قام بتمريرات صحيحه في الماتش 82 تمريره صح بنسبه دقه 95%. صنع فرص 2 ليه محاولتين على المرمى واكتر من استعاد الكره 11 مره. طب الارقام بتقول لك ايه؟ ان هو قام بالدور الدفاعي واستعادت الكره الثانيه وقطع الكرات وفي نفس الوقت كان بيكمل وفي نفس الوقت بيحضر وبيعمل هو عمليه البيلد اب بدليل ان هو اكتر لاعب عمل تمريرات صحيحه. والتمريرات الطوليه الحته المهمه للدور بتاع عمرو السوليه عامل 7 تمريرات لونج باص صح من 8. فده بيأكد لك ان ديانج قدر يعوض غياب عمرو السوليه وعمليه تبادل الادوار ما بينه وما بين حمدي فتحي. بس مش عايز انسى حاجه مهمه جدا دور يا كابتن اسلام جمهور النادي الاهلي. انا كنت في المباراه جمهور الاهلي كان في ناس واقفه يعني من كتر العدد بسم الله ما شاء الله. الاداء انا من وجهه نظري بيختلف في افريقيا كمان بسبب وجود جماهير النادي الاهلي. الجمهور ده ما بيبطلش هتاف طول المباراه. طبعا بصراحه انا شايف انا حضرت مباراه الرجاء ومباراه وفاق سطيف شايف ان اول ربع ساعة في المباراتين لعيبة الرجاء ولعيبة وفاق سطيف كانوا مهزوزين بسبب تواجد الجمهور من وجهة دائما نظري. جمهور النادي الأهلي بيكون له الفضل في أمور كثيرة جدا جدا الحقيقة. نتمنى إن شاء الله أن يكون النهائي في ملعب محايد.